الحقيقة البازار هو ختام لبرنامج تدريبي مدة تقريبا حوالي شهرين أو شهرين ونص. الهدف منه تمكين المرأة السورية الموجودة في غازي عنتاب. طبعا البازار بشكل أساسي هو مخصص للسيدات السوريات. أغلب السيدات عم يكون الحقيقة عندهم الإمكانية، عندهم الموهبة، عندهم المهارة، بس ما عندهم إمكانية الوصول للسوق، يفتقدوا أحيانا للجانب الإداري. فالمبادرة كلها كان هدف منها تزويدهم بهذا الأمر وفتح نوافذ تسويقية أو ترويجية جديدة لهم. بحب شغلات التفاصيل موجودة في البيت، شيء مثلا بيفيدك بحياتك العملية مثلا. فمن خلال هذا الموضوع هذا انطلقت من شغلي. هلا أنا شغلي بطبيعته هو بالمنزل، برسم على الكمبيوتر، بطلع أفكار مثلا على سبيل المثال، باخذ مثلا هالشغلات هي كلها مثلا على ماكينة الليزر. هو عبارة عن خشب MDF يعني بسماكات معينة وألوان معينة، بطبيعته أنه بينقص على ماكينة الليزر، بينصنع منه شغلات فنية متعلقة بالديكور مثلا. هلا أنا حبيت أبدأ فكرتي مشروع الماسة كيك. أنا الفكرة كتير حبيتها، حبيت طور الشغل فيها، بلشت فيها من 3 سنين وطورتها شوي شوي، اشتغلت على حالي، تعلمت على اليوتيوب، ما وقفت إنه أنا ما بقدر، لا حبيت تم وصريت على هالشغلة، وكانت الفكرة إنه يكون لنا دخل تاني وإنه كل واحدة سورية بتحسن تعمل هيك شيء. بازار لأجلك جاء مساندا لعدد من السيدات السوريات واللواتي تواصلن مشوار الكفاح في دول اللجوء في محاولة لإيجاد مكانة متميزة لهن في سوق العمل. شهر سماق أورينت نيوز، مدينة غازي عنتاب التركية.